وإذا بدي أقول لكم شغلة نصيحة كتير مهمة لكل entrepreneur لكل رائد أعمال، لازم تكون problem solver، بتحل مشاكل الأشخاص. إذا فكرتك قائمة على أنه تساعد الأشخاص يحلوا مشكلة عندهم إياها رح تنجح. عطول بسأل هذا السؤال، شو هدف كل بزنس، كل عمل، كل مشروع عمل؟ العالم بيقولوا شو؟ profit، الأرباح. نصيحة لإلك أو لإلك، إذا بدك البزنس تبعولك ينجح ما تبنيه على الأرباح، بنيه على البيبل، على الأشخاص. كيف تبنيه على الأشخاص؟ فكرة خليها براسك وخليها براسك كرائد أعمال. إذا بقدر أفهم هالمعلومة اللي هي حقيقة، هالحقيقة قادر أبني عمل فعال. People، الأشخاص، they go away from pain، بيبعدوا عن كل شيء بيصير التعب لقلهم والوجع لقلهم والمزار المزري اليأس والتعاسة اللي عندهم إياها. وين بيروحوا؟ they go towards the pleasure، بيروحوا لكل شيء بيخليهم يكونوا مبسوطين، فرحين، مرتاحين. إذا أنت قادر تعطي هالقيمة، هالفاليو للأشخاص تا يبعدوا عن كل شيء بيأذيهم أو ما بيريحهم، ويقربوا لكل شيء بيبسطهم وبيريحهم بخليهم يكونوا مرتاحين، قادر تعمل البروفيت، الأرباح تبعك. تذكر كتير منيح، بزنس تبعولك قائم على أنت قائم على الباشن تبعك، والبزنس تبعولك قائم على الأشخاص. بهدول المعلومات قادر تكون ناجح، وإذا بحاجة لاستشارة أو لحيلا معلومة قادر تسألني إياها شخصيا أندريا بعواد على ويب سايت ميناڤرسيتي. شكرا لكم.